يضحوا فعلا وقتهم وحياتهم في سبيل اسعاد ابنائهم وتربيتهم واستكمال المراحل التعليميه بتاعتهم، واللي يمكن متمثله في قصص الكفاح الحقيقه اللي احنا النهارده هنكرمه باذن الله. انا سعيد طبعا باللقاء بيكم، وكل سنه وانتم طيبين ومصر طيبه، وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا للخدمه الحسنه والطيبه. والسلام عليكم ورحمه الله.